لقاءات الراديو على طول. مؤخرا عملت مع محمود سعد برنامج، فموجودة ومش موجودة في نفس الوقت يعني. بعد سنوات من الاعتزال كتير قوي كنت اقول لها ما بتحنيش انك تشتغلي تاني، ان في لمبه تنور عليكي ويبقى في حاجه دور انت عاملاه. قالت لي بصي يا سمير، انا مش هعمل احسن من شفيقه القبطيه، ولا من امراه على الهامش، ولا من الراهبه، ولا من الحلوه عزيزه، ولا من الجسد، ولا من الافلام الحلوه الكتير قوي اللي انا عملتها. خلاص خلي الناس فاكراني بالافلام الحلوه دهيا، وانا الحمد لله انا كده عايشه لفياض والبنت بسنت. كانت ترفض الجوائز لكن خدت جايزه عن فيلم بتاع حسن يوسف اللي هو الجبان والحب، وهي عندها حق بصراحه، تحيه لها في هذا الامر. الجوائز دائما مرتبطه بمساله المجاملات، وندي للناس كلها، ويعني فاللي بياخدها ما بيفرحش لما يكون حاسس انها جائزه استهلاكيه او صناعيه. لكن لما تكون الجائزه حقيقيه زي جوائز الاوسكار او جائزه اللي هي خدتها جامعه كتاب ونقاد السينما، هي بالفعل كانت تستاهل جايزه. وبرده كمان مهرجان السينما كان يعني سعد وهبه هو اللي كرمها سنه 92 وعملوا لها كتاب، ف يعني قبلت التكريم وراحت حضرت خدت التكريم. طول عمرها على فكرة ما تحبش الوساطة في حاجة يعني، ربنا وفقها وكانت من نف حالها يعني. فطول عمرها ولا تحب تكلم صحفي ولا تعمل اجتماعات ولا تقول لحد اكتب عليا ولا أي حاجة. حتى الجوائز يعني معروف إن الجوائز دي بيبقى فيها صراع، يا ما جاتش منهم كده بتلقاء واعتراف ان هي مثلا تستحق، ما تسعش طول عمرها يعني. هند رستم يمكن رغم اني كنت بحبها جدا لكن لم التقي بيها الا يمكن في حياتها كلها الا 3 4 مرات. اخر مره كان في احتفال جمعيه كتاب ونقاد السينما بيها وبتكرمها، وفي فيلم من افلامها خد جايزه. على فكره بمناسبه الجوائز دي، هي كانت بتكره جدا كلمه جوائز، كانت بتقول كل الجوائز اللي في مصر دي بكش في بكش. حتى ما جينا في الاخر ونتكلم معاها وانا في مهرجان اسكندريه، قالت انا بتكرم مش عارف انا بتكرم ليه، انا ما عملتش حاجه في حياتي عشان اتكرم عليها، هي افلام انا مثلتها عادي جدا.